مساء الخير، كل عام دراسي وانتم بخير. ربنا يجعلها سنة دراسية سعيدة وبالنجاح والتوفيق للكل. اللانش بوكس دلوقتي كلنا مهم جدا عندنا علشان أولادنا، ولكن في حاجات مهمة جدا جدا لازم نعملها برضو علشان أولادنا وصحتهم. طبعا اللانش بوكس مجرد ما بتحطي فيه الأكل لازم بعد كده بنعمل شوية حيل وحاجات علشان نحافظ عليه. أول حاجة ضعي الخبز داخل اللانش بوكس. تعالوا ما أقولكم الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، ولكن قبل ما أبدأ معاكم الموضوع المهم قوي ده، في برضو موضوع تاني مهم جدا هبدأ لكم بيه، وبعد كده نشوف الحيلة رقم اتنين اللي هتفيد كل أولادنا جدا 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 وهتوفر علينا كتير. أول حيلة، بما إني عارفة المشكلة الكبيرة دي بتواجهنا كلنا كأمهات، بنبقى صاحيين من النوم بدري ومستعجلين وبنطلع العيش من الفريزر علشان يفك. أنا النهاردة هخليكي تستغني خالص عن موضوع إن أنت تطلعي العيش بره الفريزر. قبل ما تنامي بالليل طلعي الكام رغيف اللي هتعملي بيهم السندوتشات بتاعت اولادك وحطيها في اللانش بوكس عادي جدا. حطي عليها اي نوع خضار عندك موجود. انا كان عندي خيار، حطيت عندك كوسه حطي، عندك خيار حطي، اي حاجه تكون لونها اخضر حطيها فوق العيش. المهم ان هي حاجه بتكون متغلفه، يعني ما تسقطش او توقع حاجه على العيش زي الخيار والكوسه مثلا، ويستحسن جدا الخيار، وتبيتيه بيه للصبح بره التلاجة. هتصحي الصبح هتلاقي العيش ده طري بطريقة غريبة الشكل وكأنك لسه شارياه من الفرن، كمان أحلى بكتير كمان لما بتحطيه في الفريزر. اعتمديها وصلي على النبي وجربيها علشان هتوفر عليكي وقت كتير جدا جدا جدا، وأنا واثقة إن بإذن الله هتعجبك الفكرة دي أوي أوي أوي، لأن زي ما قلتلك أنا عن نفسي لما بصحى أعمل لانش بوكس لسولا وجو ببقى متضايقه قوي من حته ان انا لسه هطلع العيش يفك. تعالوا ما نشوف الحيله التانيه المهمه قوي قوي ولازم ان كل الامهات يهتموا بيها، تعقيم اللانش بوكس. الطريقه اللي هقولها لك دي مش هتشوفيها في اي قناه تانيه خالص غير قناتي انا، مطبخ مامت سولا اسراء فتح سكتشن. صلي على النبي، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتجيبي قطعه من الخبز، مش رغيف، قطعة خبز تكون ناشفة عندك مثلا من العيش اللي هو بيتبقى مننا من الأكل، وهتحطيها جوه اللانش بوكس. هتجيبي خل طبيعي، لازم من الخل يكون طبيعي، مش الخل بتاع السلطات اللي هو بيبقى خلطة سلطة، لا لازم خل طبيعي. وهتبدأي ان انت تحط زي 3 4 معالق في اللانش بوكس فوق الخبز. طيب يا إسراء ليه مثلا نحط خل على الخبز؟ انا هقولك دلوقتي، الخل لما بتحطيه على الخبز لو في بكتيريا لا قدر الله في اللانش بوكس، وده اكيد ان بيبقى فيه علشان اولادنا بياكلوا وممكن زمايلهم لو بيدوا لهم حاجه برضو، فطبيعي ان اللانش بوكس بيتلوث شويه. فانت بتجيبي قطعه الخبز مع شويه الخل وتقفلي اللانش بوكس وتسيبيه لتاني يوم لما بتصحي من النوم، تمام؟ وتاني يوم بتغسليه كويس جدا، يبقى انت كده قضيتي على البكتيريا اللي فيه كلها. اول حاجه الخل بيموت البكتيريا، تاني حاجه الخبز لما بتحطي عليه الخل بيجمع اي بكتيريا على قطعه الخبز دي وبيموتها كمان، يبقى انت كده قضيتي على اي بكتيريا وعقمتي اللانش بوكس كويس جدا. طيب يا اسراء هو احنا كل يوم هنعمل الموضوع ده؟ لا لا خالص، اعملي الموضوع ده مره او مرتين في الاسبوع، لكن اللانش بوكس لازم يتغسل يوميا. سيبيه بالصابون بتاع المواعين، الصابون السائل، وبعد كده سيبيه يتجفف لتاني يوم. لكن اللي انا بقول لك عليه ده الخل وقطعه الخبز اعتمديها مرتين في الاسبوع، انت عن نفسك هتلاحظي ريحه حلوه قوي في اللانش بوكس. كمان تاكيدا للي انا بقوله لكم ان دي اصلا الطريقه المعتمده بتاعتي، ان انا حطيت قطعه حاطه اصلا من بالليل قطعه خبز زي ما انتم شايفين بايشه في اللانش بوكس بتاع يوسف، وسبت اللانش بوكس بتاع سولا علشان اعمل التجربه دي معاكم الصبح. انا جبت الفكره دي منين؟ انا جبت الفكره دي من مامتي الله يرحمها، لما كان بيبقى عندها علبه شكه ان هي متلوثه شويه كانت بتحط جواها خبز وخل. اعتمدي الطرق دي، ولكن ما تنسيش تصلي على النبي وتشتركي في قناتي. اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم.